قد تتعرض الحامل في الشهر التاسع إلى العديد من المشكلات مثل موت الجنين في الرحم أو خلال عملية الولادة، مما قد يؤثر سلبيا على صحة الأم الجسدية والنفسية. وفي جميع حالات الإجهاض أو موت الجنين يحدث انفجار في الأغشية، مما يؤدي إلى نزول الجنين والمشيمة. أسباب وفاة الجنين في الشهر التاسع: التفاف الحبل السري حول رقبة الجنين، وينتج هذا الالتفاف عن حركة الجنين في داخل الرحم. هذه الحالة ليست شائعة التكرار. إصابة الأم بتسمم الحمل، عدم وصول كميات كافية من الأكسجين للجنين عن طريق الدم نتيجة انفصال المشيمة في وقت مبكر، مما يؤدي إلى اختناق الجنين وموته. إصابة الأم بمرض السكر المزمن أو أمراض القلب، وجود بعض التشوهات الخلقية في الجنين، وكذلك تأخر نموه في الرحم. إصابة الأم بفقر دم حاد يؤثر سلبيا على الجنين. انخفاض ضغط الدم عند الأمهات لفترة طويلة خلال فترة الحمل. وفي بعض الحالات لا تظهر أي علامات واضحة لموت الجنين في الشهور الأخيرة من الحمل، ويكتشف الطبيب المتابع هذا الأمر خلال جلسات المتابعة، في حين أن هناك بعض الحالات الأخرى تظهر فيها علامات واضحة وظاهرة على الأم. ومن هذه العلامات ما يلي: إصابة الأم بنزيف دموي حاد، ويتميز هذا النزيف بوجود كتل من الدم المتجلط فيه، بالإضافة إلى آلام شديدة في البطن، حيث تشبه هذه الآلام آلام المخاض من حيث شدتها وموقعها. عدم الشعور بحركة الجنين في داخل الرحم، وكذلك عدم سماع نبضه. شعور الأم بصداع شديد وارتفاع في درجة الحرارة، بالإضافة إلى الدوار الشديد والذي يرافقه قيء وإسهال شديدين. حدوث انفجار في كيس الماء، احتقان الثدي بالحليب والذي يفرز خلال مرحلة الحمل عند الأم. وهناك علامات صحية للوقاية من موت الأجنة: المتابعة الدورية عند الطبيب المسؤول، وذلك لمتابعة حالة الأم وكذلك حالة الجنين الصحية. علاج بعض الحالات المرضية والمشكلات الصحية التي تعاني منها الأم مثل السكر وأمراض القلب، وبالتالي تقليل احتمالية التأثير على الجنين. التغذية السليمة للأم والحصول على كافة العناصر الغذائية المهمة لصحة الأم وصحة الجنين. تجنب كافة مسببات الضغوط النفسية والمشكلات. عدم القيام بالأعمال الشاقة والمتعبة مثل الأعمال المنزلية أو ممارسة التمارين الرياضية الشاقة. عدم حني الظهر إلى الأسفل كثيرا.